متحمله ولا تكون اللقاءات نظريه بعد ايام او اتفاقات او ما نزلت عليه. وانا سعيد لبعض اللي زاروني في مكتبي فعلا قدروا يكونون فيما بينهم عشان يكون كيان قانون. طبعا هذا الامر رغم حتى لا يكون عن سوي خطير، لان في الاتحاد او الاتحاد القوه وفي عالم القوه لا بد ان يكون العمل سوي ديمقراطيا ويتخذ شكل المؤسسه حتى يقوم لهذا الشباب المطلق امانا. ونحن في الاتحاد العام ما حنا ما تعلمش دلوقتي.
الأعضاء فيما يتعلق بالتعامل مع أعضاء الحزب الوطني السابقين، إنما ليس بهذا الطريق يتم إفساد وعدم إتاحة الفرصة للشباب لكي يبدوا بآرائهم حول الحوار الوطني. هما موضوعين: الاحتجاج يسجل في مضابط الحوار، نحن لا نعترض على هذا إطلاقا من باب حرية الرأي. السادة الأعضاء، أرجو أن نحافظ على برنامج هذا الحوار الوطني، ولا أود أن نتحول إلى يعني الحقيقة موقف كان لابد أن يبدأ هذا الرأي من ممثلي الشباب اللي كانوا في اللجنة التشاورية. في جميع الأحوال أعتذر من حضراتكم، ولا أريد أن يفسد هذا المؤتمر وهذا اللقاء الأول للحوار الوطني، وليس حوار للقاهرة فقط، ولكن هناك لجان موازية أيضا في المحافظات، ولا أريد أن نصنع المزيد من القلق أو نصنع المزيد من الهواجس لدى الرأي العام بمثل هذه البداية. هناك إخفاق حدث ربما في اللجنة الاستشارية، نعتذر عنه، والتعبير عن الاحتجاج وكما أشار الدكتور عبد العزيز هو بكل الأحوال مقبول، ولكن أرجوكم أن نركز على الهدف من هذا المؤتمر، وهو التحاور حول تحديات الوطن في هذه اللحظة شديدة الدقة التي لا تحتمل أن نضيع طاقة ولا وقت ولا جهد مواطنين مقيمين في مصر في اجتماعات لا قائل منها ولا مطلوب لها ولا نتيجة نهائية واضحة لها. الكلمة الثانية هي المتعلقة بقضية 50، من يمثل من؟ هذه معضلة كبرى ستستمر معنا في مصر لفترة طويلة. الحوار الوطني مرة أخرى هو محاولة للوقوف على تمثيل منضبط لقطاعات المجتمع المختلف، ليس الشباب فقط وليس شباب الثورة فقط، هناك قطاعات مختلفة في المجتمع المصري من حقها أن تشارك في الحوار الوطني. نحن نطالب بعدم الاستبعاد وبعدم الإقصاء، وبالتالي لا يقصى أحد. هناك اعتراضات مشروعة للبعض تتعلق بماضي مشاركات معينة، ماضي سياسي معين يعبر عنها بصورة واضحة وتؤخذ بالاعتبار ويعاد النظر في قوانين الحدود، ولكن أنا أرفض أن يؤسس الآن لمبدأ استبعاد. ليس من حق أي فصيل أن يستبعد فصيل آخر إلا تكون الصورة واضحة أمام جميع الحدود. الحوار الوطني ليس حكر على فئة واحدة، وليس حكر على ائتلاف واحد، وليس حكر على مجموعة واحدة، وفي هذا جوهر الديمقراطية التي نريد أن نمارسها. فإما نمارسها قلت الاحتجاج بكل تأكيد، الاحتجاجات يا دكتور الاحتجاجات يعبر عنها وتؤخذ بالاعتبار وتصل إلى نتائج، ولكن دعونا لا نؤسس أمام الرأي العام لمنطق استبعادي أو إقصاء. الكلمة الثالثة أنا أريد لم أختلف معك. طيب موضوع الاحتجاج دون استبعاد ودون إقصاء، لو هناك اعتبارات موضوعية تحتم وفقا لنظر أغلبية الحضور وبالتشاور مع اللجنة الاستشارية والدكتور عبد العزيز استبعاد البعض، فليكن هذا وفقا لنقاش ديمقراطي حقيقي، لكن أن يستغرق هذا كل الوقت أو يكون دون انعقاد الجلسة هذا أمر بيسيء إلى جوهر الحوار وهو إدارة نقاش حقيقي حول الموضوعات. الديمقراطية حقوق الإنسان، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، وقضايا التنمية الثقافية وحوار الأديان كلها قضايا شديدة الأهمية، نحن لا نملك طرف إضاعة الوقت. فأرجوكم الاحتجاج تم التعبير عنه، دعونا نبدأ في الجلسة. الاحتجاجات التي عبر عنها ستجلس الآن اللجنة الاستشارية اقتراح أو عدد من ممثلي اللجنة الاستشارية مع المعبرين عن الاحتجاجات، ننظر في الأمر ثم نتخذ قرار سريع بدون تعويض لأعمال المؤتمر. هل هذا محل موافقة؟ إذن هنبدأ جلسة الشباب. دكتور شفق انت سمحتلي انا وانت تكلمنا، نعطي كلمة الان سريعا للشباب، وانا عن نفسي سأتنازل عن مقعدي، يعني هناك تمثيل جائز للمرأة، هناك شباب كما هناك شباب، انا سأتنازل عن مقعدي على المنصة لتمكين واحدة من شباب الثورة من متوسط العمر الذين شاركنا في الثورة او من غيرهم. شباب الثورة الذين ضحوا بدمائهم والذين صنعوا هذه الثورة، هذا دورهم في صناعة، أرجو أن محدش يسقف
إطلاقا لأي حد، رجاء محدش يسقف لأي حد. فإذا كانت هناك رغبات في شباب الثورة يجب أن تحترم. حقيقة أنا عضو في اللجنة الاستشارية للحوار الوطني، ولم تعرض علينا أسماء المدعوين، لم تعرض علينا. أنا صفا حجازي والدكتور عمرو حمزاوي والأستاذ أحمد نجيب لم تعرض علينا الأسماء، والاقتراح الذي قدمه الدكتور عمرو حمزاوي اقتراح جدير بالموافقة ونحترمه ونقدره. فنرجو أن نكمل الجلسة، وإذا كان الشباب لهم رأي آخر فممثل الشباب سيتكلموا. أي حد من الشباب عاوز يتكلم ويبعث ورقة أرجو أن هو يرسل هذه الورقة وهيتكلم وهنديله الدور. رجاء الإخوة الحضور على المنصة، الكلمة لا تزيد عن 3 دقائق. وحقيقة أنا أيضا كما فعل دكتور عمرو حمزاوي أن أترك إدارة الجلسة للأستاذ أحمد نجيب. أحمد نجيب، السلام عليكم. أنا بس بذكر حضراتكم أن يعني نستهل هذه الجلسة بإخلاص النوايا، لأن لن يتحقق لهذه الأمة أي أمر يعني واستباب واستقرار لهذا البلد إلا بإخلاص النوايا، ويجب أن نجتمع على هذا الإخلاص والصدق في هذا الإخلاص.